قرارات اللحظة الأخيرة لإنقاذ تونس من الخطر الداهم يؤكد رئيس التونسي قيس سعيد أنها تتناغم مع الشرعية والمشروعية وجاءت بتوافق مع إرادة الشعب. وفي لقاه برؤساء المنظمات الوطنية أكد الرئيس التونسي أن الخطر بلغ حدا غير مقبول، فاستخدم صلاحياته الدستورية لإنقاذ البلاد من الانفجار الداخلي. تواصلت الأوضاع إلى حد لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة. كان هناك من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل. الدولة هي مجموعة المرافق العمومية لم تعد تعمل، استشرى الفساد، صارت اللقاءات تتم مع من هم مطالبون للعدالة ومع من نهب ثروات الشعب التونسي. وأثارت ولا تزال قرارات سعيد حالة من الجدل في الشارع التونسي، لكن سعيد الذي اتجه إلى الشارع بعد قرار تجميد البرلمان وإعفاء الحكومة طمأن المواطنين بأن الدولة قائمة، داعيا إياهم إلى التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات. وأتحدثوا أيضا إلى الشعب التونسي التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات وعدم إلى أي أهمية للتصريحات وللشائعات التي احترفها البعض. لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة. هناك القانون، والقانون يطبق على الجميع. وفي سبيل قطع الطرق على أي خروقات، أعلن الرئيس التونسي فرض حظر التجوال من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا حتى يوم الجمعة 27 أغسطس. وأصدر الرئيس التونسي قرارا بتعطيل العمل بعدد من مؤسسات الدولة وذلك لمدة 2 يوم. كما أصدر أمرا بإقالة كل من وزير الدفاع إبراهيم التاجي ووزيرة العدل بالإنابة حسناء بن سليمان، وذلك غداة قراره تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه. ينضم إلي في استوديو من القاهرة لهذه الليلة الأستاذ خالد الكيلاني الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ خالد أهلا بك، نورت. نبدأ بالخطوة، البعض كان يتوقعها أو ما شابه، لكن البعض لم يتخيل أن الرئيس التونسي سيكون لديه هذه الجرأة ليقوم بهذه الخطوة فعليا، خاصة لما تسيطر به حركة النهضة في البرلمان التونسي وما إلى ذلك. برأي حضرتك تصنيف سريع لهذه الخطوة، كيف تصفها أنت؟ وطبعا خطوة مفاجأة في الحقيقة، والناس كلها زي ما بتقول حضرتك ما كانش شيء متصورة أنه الرئيس التونسي قيس سعيد يعني تأتي إليه هذه الجرأة ليعمل هذا الصدمة للمجتمع الدولي وصدمة لجماعة الإخواني، لتنظيم الإخواني. نعم. لأن هم تصوروا أنها يعني تونس قد دانت لهم، وده كان آخر معقل ليهم في المنطقة، لأنه حتى موجودين في ليبيا بس مش موجودين برضو بشكل، لأنه ليبيا لسه فيها مشاكل. صحيح. واخدين الجزء الغربي، وحتى الترتيبات الأخيرة اللي كانت مصر طرف مهم فيها، بس رئيس مجلس الدولة المؤقت ده هو اللي ينتمي لجماعة الإخوان، وشوية ميليشيات هيمشوهم بعد شوية وحتستقر الدولة في ليبيا. فالدولة الوحيدة اللي كانت مستقرة بنظام حكم برلمان بسلطة تنفيذية بسلطة قضائية بسلطة تشريعية ويحكمها الإخوان بالفعل هي تونس. الإخوان بيحكموا تونس من 10 سنوات، مش من فترة قصيرة، 10 سنوات كاملة. وده ردا على اللي بيقولوا أصل انتوا ما اديتوش مرسي فرصة، ده قعد سنة بس. طيب هم دول قعدوا 10 سنوات، أعادوا تونس سنوات كثيرة إلى الوراء في ال10 سنوات دول. يعني تونس كان معروف من الدول الأكثر تمديونا وتحضرا ورقيا في المجتمعات العربية كلها. نعم. المجتمع التونسي تقريبا كان هو المجتمع الوحيد اللي مدني، حتى أن البعض قال أن جماعة الإخوان في تونس يعني قدمت مواءمات حتى يسمح لها بأن تستمر. ما أنا هقول لحضرتك إزاي.
المجتمع التونسي والفضل ده يرجع للحبيب بورقيبة، مجتمع متمدين جدا، مجتمع متحضر جدا. كانت مصر طبعا هي الرائد في المسألة دي، لكن مصر من السبعينيات أو من 71 حصل فيها تراجعات كثيرة جدا في المستوى الفكر والثقافة والتحضر، ورجعنا حتى بتشوف في الشارع نرجعنا قرون للخلف مش سنوات في مصر. نعم. اللي لم يعد للخلف واستمر في تقدم وتطور واستمر في المدنية والحضارة منذ الاستقلال 56 حتى 2011 هو المجتمع التونسي. ولذلك كان أعلى نسبة تعليم موجودة في العالم العربي كله، حتى بالقياس مع الدول النفطية الغنية زي الإمارات وقطر وغيرها كانت تونس أعلى نسبة بيع مبيعات كتب، أعلى نسبة ثقافة، أعلى نسبة أي حاجة مرتبطة بالحضارة والتقدم والمدنية. نعم. فمجتمع زي ده كان صعب جدا أنك أنت تسيطر عليه بجماعة إرهابية عايزة ترجعنا للقرون الوسطى، جماعة رجعية في الأساس. لكن للأسف الشديد أنه كانت فاكر حضرتك في 2011 لما كان يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم الإجابة تونس. نعم. دلوقتي نقدر نقول بسم الله الرحمن الرحيم الإجابة مصر. صحيح أن تونس اتأخرت 8 سنوات، مصر صلحت ده في 30 يونيو 2013، تونس اتأخرت ل 25 يوليو 2021، 8 سنين اتأخرته. ربما في رأي البعض أنها لم تكتوي بنار إرهاب مباشر كما حدث في مصر، كانت التركة يعني تدفع أيضا ولكن على مدار وقت طويل، وكانت أكثرها سياسية. طبعا كل بلد لها ظرفية معينة. اكتوت تونس بنار الإرهاب، اكتوت حتى منذ قيام حزب النهضة في 81 وتكتوي بنار إرهاب حزب النهضة تحديدا. نعم. لكن آخر سنتين في الحقيقة هو حضرتك سألتني إن هم قدموا موائمات. الفرق بين إخوان مصر وإخوان تونس إنه إخوان تونس عندهم قدر من البراجماتية شوية، النفعية، يعني ناس إيه ممكن يمشوا حالهم. وفي نفس الوقت ما لا نعلمه أو ما نعرفوش إنه رشد الغنوش ده شخصية خطيرة جدا، أخطر بكتير مما تتصور، يعني أخطر من خيرة الشاطر وبديع ومعرفش ومين 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 كل اللي كانوا في مصر دول. هذا الرجل من أخطر الإخوان في العالم، لأنه دماغ، لأنه بيفكر، ليه كتب كتيرة جدا وليه أدبيات كثيرة جدا. إردوغان اللي هو الآن بيعتبروه زعيم الإخوان في العالم، تنظيم الإخوان، تتلميذ لرشد الغنوشي، تتلمذ على كتب رشد الغنوشي. نعم. وهو طبعا عضو، ناهيك عن انه هو عضو طبعا في مكتب الارشاد العالمي او الدولي للاخوان بين قوسين اخوان المسلمين. ففي جزء تاني بقى لان هو سافر كتير وراح بلاد كتير وعاش تقريبا اكتر من نصف عمره خارج تونس، ما بين فرنسا وما بين القاهره ولندن وباريس ودول اخرى، فاتعلم شويه نبقى براجماتي وان ممكن يتطل الريح. يعني هو تطل الريح مثلا في 2013 بعد 30 يونيو وبعد بعد اغتيال شكري بالعيد ومحمد البراهمي، اضطر يتطل الريح امام الجماهير التونسيه اللي كانت بتطالب بمحاكمه حركه النهضه ومحاكمه رشد الغنوشي، ومرت عليه حاجات كتيره وقدر يتغلب عليها، وقدر الحزب بتاعه يتغلب عليها. وطبعا كانوا بيحاولوا طوال الوقت ان هم يسيطروا على المجتمع حتى لا يصلوا الى هذا الصدام الذي لا رجعه فيه. بالظبط كده. كان في فتره طبعا فيها واحد رئيس دوله منتمي ليهم، وده اللي عمله في ظل الدستور اللي افرغوا الرئيس من كل السلطات وخلوا كل السلطات لدى البرلمان. نعم. دستور 2014 كان منصف المرزوقي، وهو سياسي يساري لكن تابع لجماعه الاخوان المسلمين، هو اللي حكم في الفتره دي. وبعدين جه بعديه الباجي قائد السبسي، وده كان رجل يعني بتاع توازنات برضه، وكان رجل دولة، ولكن هم كمشوا شوية، وإن كان الصراع ما زال كان محتدم تحت السطح يعني. نعم. لما جه قس سعيد تصورنا هم يعني أمام رئيس ضعيف، وأيضا لأنه ملوش تاريخ، قس سعيد ليس عضوا في أي حزب ولا أي انتماءات، وأيضا الدستور لا يسعفه، لأنه الدستور بيضع كل السلطات تقريبا ما بين مجلس الوزراء وما بين اللي هي الحكومة يعني. نعم. وما بين البرلمان، والبرلمان. نعم. هو اللي بيختار الحكومة. وحصلت طبعا تجاذبات كثيرة جدا مع قس سعيد، خاصة في 2020 و2021
المجتمع بدا يئن، المجتمع حصلت فيه تراجعات في كل المناحي اقتصاديا واجتماعيا وصحيا. التقارير اليوم تقارير بالارقام كارثيه على مستوى السياحه وهي مصدر دخل كبير لتونس، يعني مثلا معدلات لم تصل اليها من قبل. كمثال مثلا البطاله ارتفعت، يعني تونس كانت دوله لا تعرف البطاله. نعم. يعني كانت من الدول القليله في العالم العربي التي لا تعرف البطاله. نسبه البطاله 2020 18%. نسبه الانكماش في ال 2020 برضو نسبة الانكماش في الاقتصاد 21%، بالإضافة طبعا لكارثة كورونا وعدم قدرة الحكومة على مواجهتها، لأنه البرلمان كان بيدير المشهد والبرلمان كله صراعات في الداخل، وزي ما شفنا ضرب وناس اتجرحت وناس تعورت وضربوا الستات في البرلمان، وكان بالحقيقة اللي كان بيحصل ده كان نوع من الهمجية والفوضى لم تعتدها تونس ولم يعتدها حتى أي برلمان في العالم. طيب تفسير حضرتك يعني ترديد جماعة الإخوان في تونس بأنه ما حدث هو انقلاب على التجربة الديمقراطية التونسية، في حين أن الرئيس التونسي هو رئيس منتخب وهو أستاذ قانون وهو يعني بالزبط قامة قانونية كبيرة، فهو بالتأكيد يعلم أنه سيهاجم من هذا الباب، وبالتأكيد يعني فاهم الامور. انا اعتقد انه هذا الرجل احنا يعني ما ادينالوش حقه ولم يظهر على حقيقته انه رجل سياسه من الطراز الاول ورجل قانون ايضا الا اول امبارح. احنا يعني كنا ايه؟ كنا مستقلين بيه، لكن هذا الرجل فعلا اثبت انه رجل المواقف. اولا اللي بيقولوا انقلاب زي ما هو قال بالظبط، انا برضه بقول نفس الكلام، ما درسوش قانون، لانه الماده 80 تعطي الحق لرئيس الجمهورية في حالة وجود قوة داهمة تشكل خطرا على مؤسسات البلاد أن يتخذ إجراءات استثنائية. قصادها بقى كان في المادة 80 دي الفقرة الثالثة بتتكلم عن مين اللي يراقب ده؟ المحكمة الدستورية العليا. نعم. المحكمة الدستورية العليا دي منصوص عليها في المادة 118 من الدستور التونسي اللي صادر سنة 2014، ومفروض إنها في خلال سنة من صدور الدستور يتم تشكيلها. يتم تشكيلها ازاي طبقا للدستور مادة 118؟ أربعة يختارهم رئيس الدولة رئيس الجمهورية، وأربعة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، وأربعة يختارهم البرلمان. طب ليه طوال 7 سنوات لم تتشكل المحكمة حتى الآن؟ سبب في ده هو حركة النهضة، لأنه حركة النهضة وراشد الغنوشي كانوا يريدون الاستئصار بتشكيل المحكمة الدستورية، ولذلك رافضين أنه لا الرئيس يختار الأربعة بتوعه ولا المجلس الاعلى للقضاء. طبعا هذا نص دستوري، ده نص دستوري، عطلوا نص دستوري 7 سنوات والان بيعضوا بنان الندم على انه مفيش محكمه دستوريه. الماده نرجع للماده 80، الماده 80 بتقول انه الرئيس يستخدم سلطاته في فرض حاله الاستثناء لمده شهر اللي هو عملها فعلا، وبعد الشهر ده في خلال 15 يوم يعرض الامر على المحكمه الدستوريه اما ان تقره واما ان تلغيه. نعم. الان مفيش محكمه دستوريه، فاصبح الحكم الوحيد والفيصل الوحيد هو الرئيس. من الناحية القانونية والدستورية قيس سعيد صح تماما ومصيب تماما في كل ما فعله. مفيش محكمة دستورية، فبالتالي انتوا ما عملتوش محكمة دستورية، ده مش مشكلتي. البلد فعلا كانت على شفا هاوية، الاحتجاجات وخاصة في 2020 كانت وصلت الى ذروتها، يعني القضاء والمحامين والاطباء وكل فئه والصحفيين، كل الفئات اللي في المجتمع عملت اضرابات، مستوى المعيشه متدني جدا، بالاضافه بقى لكميه فساد مالي غير معقوله لم تحدث في تاريخ تونس كلها. طيب كميه التمويل اللي جت لاحزاب ما يسمى ما بين قوسين احزاب التيار الاسلامي، نعم، اللي هي كتله الكرامه وحركه النهضه، تمويلات. وحضرتك فاكر انه في مارس اللي فات لما حصلت تظاهرات امام رابطه العالم الاسلامي اللي عامله فرع ليها في تونس، هذا الفرع دخل تمويلات بمئات الملايين الى الحركات الاسلاميه في تونس، بالاضافه الى انه تبينت جرائم حزب النهضه وجرائم راشد الغنوش شخصيا، لما طلع احد المتهمين في قضيه في ترجع للتسعينيات في تونس وكان محبوس لمدة 12 سنة محكوم عليه، طلع وقال أدلى باعترافات على الهواء بأنه اللي جاب له السلاح واللي حرضه على القتل كان راشد الغنوشي. طيب على مدار الحكومات التي تعاقبت على تونس في السنوات الماضية خاصة في السنتين الأخيرتين، كانت هناك مشاكل هيكلية تدل على أن الحكومات
عاجزة عن تسهيل الأمور بما يتمناه الشعب التونسي، وشفنا يعني تصل إلى حد السقطات وحتى تجاذبات عند تشكيل الحكومة، يعني لا تشكل الحكومة في تونس بسهولة ويسر وتأخذ المسألة وقت طويل. هل هذا معناه أن التكنوقراط، والمعنى المباشر للتكنوقراط أنهم لا ينتمون إلى طيارات سياسية بعينها، هل معنى ذلك أن التكنوقراط في تونس ما زالوا يعجزون عن إيجاد موطئ قدم ليهم في الحياة السياسية في صورة حكومة تقوم على خدمة الشعب ومصالح بغض النظر عن السياسة؟ المشكلة ليست في التكنوقراط، المشكلة في أنه أمريكا حاولت تصدر نموذج للعالم العربي رغم أنه مش عندها، وهو نموذج الدولة البرلمانية من أجل تفتيت المجتمعات العربية. النموذج ده جربوه في العراق وفاتت العراق وربنا يستر ما تتفتتش أكتر من كده، وجربوه في ليبيا في اتفاق الصخيرات، وجربوه ايضا في تونس، وطبعا ما جاتلهمش فرصه او ما لحقوش يجربوه في بلاد تانية. نعم، احنا ظروف مجتمعاتنا لا تسمح سوى بالانظمه الرئاسيه، وانه يبقى في رئيس يعني او مؤسسه رئاسه قابضه لديها الكثير من الصلاحيات، ده لظروف مجتمعاتنا. طيب هقول لك حاجه تانية، امريكا هي اكبر دوله رئاسيه في العالم بامتياز. امريكا ما فيهاش وزارات اصلا، ما فيهاش حكومه اساسا، ده كل الحكومه بتاعتهم دي سكرتير للرئيس، يعني وزير الخارجيه سكرتير للرئيس، وزير الدفاع سكرتير للرئيس، وهكذا، وهو يفعل ما يريد دون معقب عليه من الكونجرس. الرقابه البرلمانيه او رقابه الكونجرس في امريكا رقابه لاحقه، يعني الرئيس الامريكي يستطيع ان يعلن الحرب ويستطيع ان يوقع الاتفاقيات ويعمل كل حاجه في الدنيا ومفيش معقب عليه، لانه البرلمان بعد ما يعمل يبقى يقول لا صح ولا غلط بعد ما يكون اتعمل، وله حق الفيتو ايضا على البرلمان. نعم. لكن هم وفرنسا طبعا دوله رئاسيه برضو من نمره 2 في العالم في الدول الرئاسيه، روسيا الان دوله رئاسيه، لكن هم حاولوا يعملوا النموذج ده ليه، نموذج الدوله البرلمانيه او الدوله الخليط، النظام الحكم الخليط ما بين البرلماني والرئاسي، من اجل انه يخلوا المجتمعات بتاعتنا دي تظل في صراع طوال الوقت. فاللي حصل في تونس انه من 2011 من 2014 اسف بعد الدستور الجديد اللي اتعمل في عهد منصف المرزوقي، وهناك صراعات لانه الرئيس ليست لديه السلطات الكامله لاداره شؤون البلاد، يتقاسمها معه البرلمان والحكومه التي يعينها البرلمان، فبالتالي كان البرلمان يعين البرلمان الرئيس يختار حكومه، البرلمان يعترض عليها او يفرض عليه وزراء معينين، وده حصل مع الباجي قائد السبسي وحصل ايضا مع قيس سعيد. ولكن قيس سعيد الحقيقة كان يتمتع بما يسمى بالصبر الاستراتيجي، هو فضل صابر عليهم، ويعني حتى إلى أن نفد صبره، لأنه كانوا بيقدموا له حكومات، بيقدموا له وزراء أسماء وزراء عليهم شبهات، وزراء فاسدين، وهو طبعا لأنه في النهاية عشان يختار الحكومة لازم ترجع البرلمان يصادق عليها. الجملة الشهيرة ما بين العضو في البرلمان وما بين رجل الجيش التونسي، أقسمنا على حماية الدستور، أقسمنا على حماية الوطن، هل هذه الجملة تفسر أو توضح وتلخص الأزمة التونسية؟ الله ينور عليك، أنا كنت لسه هقول كده. أنت حضرتك خدتها من على لساني، يعني واضح أن احنا مشتركين يعني في نفس الرؤية. بص يا فندم، هذه اللقطة هي التي تلخص الموقف في تونس. عندما يذهب راشد الغنوشي وهو رئيس البرلمان ورئيس السلطة التشريعية ومعه النائب الأول سميرة الشوشي النائب الأول لرئيس البرلمان، ويستجدي ضابطا صغيرا في القوات المسلحة يقف على باب البرلمان أن يسمح له بالدخول في الوقت الذي صدر قرار الرئيس قيس سعيد بإغلاق البرلمان ووقف أعماله، فيقول له أصلا أنا حميت الثورة واحنا اقسمنا على اليمين لحمايه الدستور، والراجل رد عليه بكلمه لخصت كل الموقف، قال له انا اقسمت على حمايه الوطن مش على الدستور، حمايه الدستور انا اقسمت على حمايه الوطن، ورجعه قعد راح قعد في عربيته عمل اعتصام في داخل سيارته، يعني فالجماهير اللي في الشارع رشقته بالحجاره. في الوقت اللي كان قبلها باربع ساعات قيس سعيد اصدر هذه القرارات الخطيره ونزل في ساحة الحبيب بورقيبة وهو أهم شارع في تونس العاصمة، وشارع الحبيب بورقيبة وميدان الحبيب بورقيبة، ونزل بيسلم على الناس في الشارع ويمشي وسط الناس وكأنه
بطل يعني يعني قومي في تونس. شوف الرجل مطمئن قد ايه لانه الشعب معاه. الشعب ده اللي قدر راشد الغنوشي من شهرين بس يطلع في 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 في, في تصريح واحد يطلع 25,000 متظاهر في شوارع العاصمة تونس عشان يواجهوا مظاهرات الاتحاد التونسي للشغل ومظاهرات القوى المدنية والليبرالية والديمقراطية اللي كانت ضد الحكومة وضد البرلمان. إن أول امبارح ما قدرش يطلع 1000 واحد يتظاهر، ما قدرش حتى يطلع حد يحميه لدخول البرلمان. ده بيلخص لك الـ 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 الموقف كله، اللقطة دي بتلخص الموقف كله، إنه دي نهاية تنظيم الإخوان في تونس حتى الآن يعني. نعم. يعني طبعا الأيام حبلة بالجديد، لكن حتى الآن يبدو أنه قيس سعيد رجل قوي، رجل متمكن من أدواته. نعم. رجل قانون لا يخطئ ولا يخالف ولا يخرق القانون، لأنه هو ماشي على القانون بالمسطرة. نعم. وهو قال، وهو شرح ده على فكرة، قال إن في حوالي 4000 ملف متابعة، ملف متابعة بالقانون التونسي يعني بلاغ. النيابة العامة لم تحرك فيهم ساكنا، لأنه النيابة العامة ووزيرة العدل بالنيابة تابعة لحركة النهضة، فبالتالي يتم التعتيم والتكتيم على هذه. بالضبط. تم التعتيم على الملفات دي، من ضمنها مشاكل كبيرة جدا خاصة بالإرهاب. حضرتك تفتكر إنه في شهر مارس اللي فات كانوا بيحاولوا يخرجوا واحدة متهمة بالإرهاب من مطار قرطاج في تونس، والأمن رفض يخرجها لأنها بالتعبير التونسي عليها متابعة يعني مطلوبة. فجه سيف الدين مخلوف اللي هو حليف راشد الغنوشي ورئيس كتلة الكرامة. نعم. في المطار ومعاه 3-4 نواب اشتغلوا شغل بلطجية، وقعدوا يتخانقوا ويضربوا مع ضباط الجوازات في المطار عشان يخرجوها. لدرجة انه ضباط المطار، امن المطار، اضطر يستدعي الجيش عشان يحميهم من النواب. طيب استاذ خالد، اسمح لنا نستكمل الحوار ولكن بعد موجز لأهم وآخر الأنباء، ولا يزال الملف التونسي مفتوح. مر عن الأزمة التونسية الأخيرة، وأعود للترحيب بضيفي الأستاذ خالد الكيلاني، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ خالد، بالتأكيد أن ما يحدث في تونس لا يؤثر على تونس فقط، ولكنه أيضا يؤثر على المحيط الإقليمي والعربي. برأي حضرتك، كيف كانت ردود الفعل الإقليمية والعربية على ما تم في تونس؟ أعتقد كل ردود الفعل كانت يعني معقولة ومناسبة للحدث. كالعادة طبعا الأمريكان قالوا، رفضوا يقولوا كلمة انقلاب، لأنه طبعا ما حدش يقدر يقول، صعب أو أنك تقدر تقول على رئيس منتخب اتخذ إجراءات في بلده أنه ده انقلاب على الدستور زي ما بيقولوا الإخوان يعني. فقال إن إحنا نحسه بس كالعادة الأمريكان يعني على انه يراعي مسائل الديمقراطيه والحريات البنبونيه بتاعتهم اللي بيقولوها عاده يعني. لكن الاهم بقى موقف الاتحاد الاوروبي، لانه علاقات تونس بالاتحاد الاوروبي هي الاهم يعني. الاتحاد الاوروبي امبارح البرلمان الاوروبي طلع بيان قال انه الرئيس قيس سعيد تصرف في حدود الدستور والقانون، يعني لم يخرج عن الدستور والقانون. نعم. في دول مثلا كانت اجرأ من كده زي المانيا، قالت انه ليس هناك انقلاب، احنا ما نقدرش ده انقلاب. اعتقد فرنسا موقفها نفس الحكايه، باستثناء تركيا وقطر ورئيس المجلس الرئاسي الليبي خالد المشري، لم يصف احد في العالم انه ما حدث في تونس انقلاب. وطبعا الاخوان في الداخل، اخوان واخوان في تونس وفي غير تونس، حتى الاخوان في مصر لو حد سالهم هيقولوا نفس الكلام ده. المواقف العربيه الحقيقه كان موقف السعوديه لافت، يعني اول دوله عربيه اعلنت انها تؤيد الرئيس قيس سعيد. النهارده المغرب والجزائر الاثنين بعتوا وزراء الخارجيه برسائل تاييد لقيس سعيد متزامنه يعني في نفس اليوم. التقى الاول جه والاول وزير الخارجيه الجزائري والتقى بالرئيس قيس سعيد، ثم تلاه وزير الخارجيه المغربي. الاول كان يحمل رساله من الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجزائر، والثاني كان يحمل رساله تاييد ايضا من الملك محمد السادس ملك المغرب. مفيش حد يعني قال ان انقلاب غير تركيا، وقطر قالتها بتحفظ شوية، ولكن اللي قالها بصفاقة كان رئيس المجلس الرئاسي الإخواني الليبي خالد المشري.
بل في تخوفات من انه في ثلاث يعني ميليشيات قريبه من الحدود التونسيه تبع طبعا لجماعه الاخوان. نعم. حصل فيها استنفار منذ اول امس وبدات فيها تحركات مريبه، لكن الجيش الليبي نشر قواته على الحدود، واللواء خليفه حفتر او المشير خليفه حفتر اعلن تأييده للاجراءات التونسيه وقال ان ده مساله داخليه واحنا مع الرئيس ومع الشعب التونسي. نعم. وايضا الجيش التونسي نشر قواته على الحدود لانه في ذهنهم او في ذهن الرئيس قيس سعيد والمؤسسات السياديه في تونس ما حدث في مصر بعد 2013، ولذلك لو لاحظت انه لم يسمح باي اعتصامات ولم يسمح باي. نعم. لانه كان في تخوف ان يعملوا ربعه اخرى. نعم. في تونس. طيب اخيرا استاذ خالد، توقعات حضرتك لأقرب السيناريوهات أن تحدث في المدى القريب في الأزمة التونسية؟ طبعا هقول لك إيه، يعني دعك من كل منظمات المجتمع المدني ومعرفش ومين 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 وكل ده، والناس المتحفظة حتى الاتحاد التونسي للشغل كان أيضا متحفظ إلى حد ما. نعم. حتى حزب اليسار اللي هو المحترم اللي هو الحزب الوطني بسموه إيه مش فاكر اسمه، يعني إن في حزب يساري آخر متطرف الانقلاب اللي هو حزب العمال بتاع حمل همامي، لكن الحزب الاخر اللي هو بتاع شكري بالعيد اصلا ايد بتحفظ. لكن دعك من كل هذا، دعك من كل هذا، الان الحل الوحيد ان يبسط الرئيس قيس سعيد نفوذه وسطوته على كل المؤسسات، وان تتحول تونس الى دوله مستقره هادئه تراعي مصالح المجتمع ومصالح المواطن التونسي. وهذا لن يتاتى الا بحل بإجراءات أكثر حدة مما حدث، بحل البرلمان وإجراء انتخابات رئاسية جديدة والاستفتاء على تغيير الدستور. وأعتقد أنه حيلف ويلف في نهاية لن يصلوا إلا إلى هذا الحل، لأنه معظم الأعضاء أو معظم نواب البرلمان الحالي لديهم قضايا، إما قضايا فساد وإما قضايا إرهاب قديمة لم تغلق حتى الآن ومدانين فيها. وهو قال الرئيس قيس سعيد انه من ضمن الاشياء اللي دعيته انه يفعل هذا انه كان النائب العام ووزيرة العدل بالنيابة اللي هي حسناء معرفش مين دي اللي سرقت ملف وخدوا منها الجيش وهي خارجة من مكتبها امبارح، اوقفوا كل المتابعات اللي هو بيسموها ملفات المتابعة نكالة البلاغات، أوقفوا ودخلت في أضابير وزارة العدل والنيابة العامة وتم التكتم عليها. نعم. كلها بلاغات بالفساد والإرهاب ضد نواب في كتلة الكرامة اللي هي السلفيين يعني وحزب حركة النهضة بتاع طرشن الغنوشي. فأعتقد لو فتحت هذه الملفات هيضطر الرئيس قيس سعيد الى حل البرلمان، لانه مش هينفع يبقى. نعم. برلمان فيه كل هؤلاء الاعضاء. نعم. عليهم قضايا، واعتقد انه الاجواء مهيئه الان لاعاده النظر في الدستور ولبناء تونس جديده اخرى، او حتى على الاقل خالص في ابسط الامور العوده بتونس الى ما كانت عليه قبل ان يسيطر عليها هذا الجراد الاخواني. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ خالد الكيلاني الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الإضاءات. مشاهدينا الكرام، إلى فاصل قصير وبعده الفقرة الحوارية الثانية في حلقة الليلة من القاهرة. ابقوا معنا.